قالت الولايات المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن قتلها قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان دفاعا عن النفس، وتوعدت واشنطن في رسالتها باتخاذ إجراء جديد إذا اقتضت الضرورة لحماية جنودها ومصالحها. كما أضافت أيضا السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيري كرافت في الرسالة أن واشنطن مستعدة للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران.